كشف القيادي في حزب الإصلاح وعضو وفد تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد ناجي علاو أن هناك اتفاقا شبه نهائي على نقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية إلى خارج اليمن. وأوضح علاو الذي يجري مشاورات في عدن هذه الأيام مع الرئيس عبد الرب منصور هادي في تصريح للشرق الأوسط أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيمثل في الحوار، وأن هناك عواصم عربية كثيرة يجري تداولها لاحتضان الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية.